توكيل توكيل بنك الإسلام التنمية في الذبح في يومنا هنا ثلاث جائر توكيل هذا توكيل له يعني عواقب غير مشروعة لأن المعلوم أن في الحجة هناك في الحج وأن يطلع منه القانع والمعتر فحينما أنت توكل بنكا زعم أنه بنك إسلامي فهو يذبح ويمشي ثم لا عليه بعد ذلك بحط له السيارة مشحن على طول فإن هذه السيارة تصل إلى الفقراء أم الأولياء هذا إنه عند ربي ولذلك تضع ما يريبك إذا ما يريبك أشرف على وليحتك ونفسك ثم كل منها أولا وأطعم منها القانع والمعتر والذي يعني وكل مرة ماذا يفعل؟ يتوب إلى الله وعفى الله عما سلف ويستعمل حياة جديدة من الله خير الشر الحاسد.